ربيع. كابتن سمير، نطلع نشوف الكابتن حسام قال ايه في المؤتمر الصحفي ما قبل مباراه الفيصلي غدا ان شاء الله، ونرجع تعلق على اللي قاله الكابتن حسام بدري. اتفضل. يعني خلينا نقول ان كل مباراه بيبقى ليها ظروفها، واكيد الاهم في البدايه ان احنا تاهلنا، ومباراه الفيصلي قبل ما اتكلم عليها عاوز اتكلم بشكل عام واقول ان الاربع فرق اللي وصلوا يعني قادرين ان هم يصلوا للدور ده باسمائهم وبتاريخهم، وفي نفس الوقت الاربع فرق عندهم حظوظ، والمباريات اللي هتتلعب بالذات يعني السيمي فاينل سواء احنا مع الفيصلي او الترجي مع الفتح مباراه هتبقى قويه، فكل مباراه وليها ظروفها. احنا مباراتنا مع الفيصلي اكيد مباراه مع فريق كبير، والفيصلي فريق كبير، وانا بكن ليهم كل الاحترام. اكيد كل فريق مننا هيحاول طبعا انه يفوز بالمباراه ديت لانها في غايه الاهميه، اللي بتصل بيك للنهائي، هو ده كل تفكيرنا وده اللي احنا بنفكر فيه ان شاء الله. والدليل على كده ان احنا يعني حتى القوام اللي احنا جايين بيه بنامل ان شاء الله ان احنا نكمل بعد كده ان شاء الله، فده كل تركيزنا في المرحله. وهي انت عارف البطولات بتبقى مراحل، وصلنا مرحله بنفكر فيها نتخطاها الاول ان شاء الله، ونفكر في اللي بعد كده ان شاء الله. سؤال اتفضل. ان شاء الله. عايز اسالك عن تقييمك للاداء الاهلي في مباراه يعني انا مش هقدر اجاوب عليك بالتفاصيل، لان في حاجات بحتفظ بيها لنفسي، ولسه انا في بطوله ولسه عندي مباريات، مش هكلمك بالتفصيل في اي حاجه. لكن اكيد احنا بقول كل مرحله وكان لنا فيها اهداف. احنا بدانا البطوله وباكد طبعا ان احنا كنا مركزين ان احنا ناخد البطوله، لكن كان عندي اهداف اخرى. انا عندي لسه ان شاء الله مشوار افريقي، وعندي موسم، وعندي كاس مصر مباشره بعد انتهاء البطوله ديت، وعندي تلاحم في الموسم اللي جاي، فكنت لازم افكر بمنطقيه وعقل ان انا ما يبقاش في حماس بس في تفكيري لمجرد البطوله. لكن كنت البطوله طبعا بدايتها مركز طبعا ان انا افوز، وان انا اصل ان شاء الله الى ابعد حاجه، وان شاء الله كمان اخد البطوله. وده بالفعل يعني في اللعيبه اللي شاركت كلها لعيبه بينتموا للنادي الاهلي وموجودين في قائمه النادي الاهلي، فاكيد عندي ثقه فيهم كبيره. ويمكن البعض اللي بيقعد يقول انت بعد الاساسيين وبعد، لا هي مش اساسيين، لان كل دول لعيبه مهمه عندي، لكن هم اللعيبه اللي لعبوا طول الموسم كم اكبر من مباريات، لعبوا بشكل متواصل، هم اللي ريحوا. فالمرحله اللي فاتت طبعا الحمد لله وفقنا فيها، ولو ان طبعا اخر مباراه هي اللي كانت الفيصل بالنسبه لنا، وساعات بتبقى في اثاره، لكن احنا بنحب طبعا ان احنا نصل ونتاهل قبل ما نحط نفسنا في مواقف صعبه، لكن هي دي كرة القدم. لكن اللعيبة الحمد لله كانوا موجودين وكانوا موفقين وكان عندهم مسؤولية، لكن كل تفكيرنا في الوقت الحالي بقول المرحلة اللي احنا فيها ان شاء الله، مباراة الغد بإذن الله ان شاء الله. اتفضل. مش هقول لك طبعا، انا مش هديك تفاصيل، انا لسه عندي مباراة بكرة، هل انا هقول انا هلعب ازاي واحط، مش هديك تفاصيل يعني، يبقى الأسئلة خلينا إيجابيين يعني. يلعب على ايه؟ لا فريق طبعا، فريق جيد، فريق كبير، وبقول كل الفرق الاربعه اللي وصلوا لهذه المرحله يستحقوا باسمائهم وبتاريخهم وبادائهم يعني. انتهت الاسئله؟ اي اسئله ثانيه؟ في واحد. اتفضل. اتفضل. اتفضل يا سعيد. حسام، انا شايف ان اللعيبه اللي حاجات كتير
يعني حاجات كتير ونقاط كتير طبعا كلها بتشمل اللي انت بتقول عليه دي، كل اللي انت وضحته دي النقاط بتشمل كل النقاط ديت، كل مرحلة بنفكر فيها بأفضل حاجة عندنا، فإن شاء الله نبقى موفقين في اختياراتنا وفي قراراتنا بإذن الله.